مش خايف بالمقارنة ويقول لك يا عم بيقلدوا ايه وبيعملوا ايه؟ يعني الاساتذة هناك عملوه خلاص وانتوا جايين هنا بتهزروا، يعني مش خايف من هيتقال؟ اكيد هيتقال ده، بس هو الفكرة كلها ان احنا عملنا خلاص وعاملين حاجة مختلفة. زي ما قلت لحضرتك بره ما بيتعملش كده، بيبقى هو زي الرعب بره، بيبقى جونر رعب، انت من اول فريم لغايه اخر فريم في الفيلم انت خايفه. احنا عندنا دراما وعندنا ايموشنز وعندنا قصه من الموضوع، في موضوع حضرتك لما تشوفين ان شاء الله. لكن الشارك موجود؟ موجود طبعا. اتصنع ولا الشارك؟ طبعا كنا بنصور بموكب شارك يعني، وبيتغير بعد كده بيترابلس للجرافيكس، نحاول الجرافيكس يعني معمول جزء منه متصنع وجزء جرافيك. بالظبط. مش كله جرافيك. لا لا لا، بيبقى فيه لازم البيز بتاعه بيبقى متصنع كموكب يعني. اختيارك للنجوم جه يعني للي وافقوا ولا هم فعلا دول اللي كانوا في دماغك وانت بتكتب؟ عايز اقول لك انا اول تريتمنت عملتها للفيلم كنت حاطط ترشيحات، الحمد لله كل اللي كانوا في الترشيحات هم اللي في الفيلم.